بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنستكمل موضوع الجازوس إميشنز، واليوم هنتكلم على البارامترز affecting on UHC and CO formations. هنتكلم عن التشغيل اللي بتأثر على عملية تكوين ال UHC وال CO. لما نيجي نشوف المين بارامترز، بلاقي أول حاجة الإكوفالنس ريشيو اللي هي النسبة فاي اللي اتكلمنا عليها، الفليم تمبريتشر، وهذا هو اهم عنصر من العناصر اللي بتاثر على عمليه تكوين اليو اتش سي والسي او او اي حتى مكونات اخرى. وزي ما هنشوف احنا ليه بندرس هذا الكلام، علشان لما نيجي نصمم انظمه التحكم في التلوث بتعتمد على فهمنا لهذه العمليات اللي بتتم والعوامل المؤثره على تكون مثل هذه العناصر. الميكسينج بروسيس، عمليات الخلط، عمليات خلط الوقود مع الهواء من الحاجات اللي بتأثر على النواتج بتاعة التلوث اللي موجودة عندنا. الفيول اوبتمايزنج بروسيس، عملية اختيار أفضل عملية أو أفضل عملية تديني نتائج قليلة من ناحية خروج الملوثات في نواتج التفاعلات. الفيول استراكشرز، من الحاجات المهمة جدا جدا اللي هو التركيب الكيميائي للفيول اللي موجود عندنا، هل بيحتوي على ناظر كربون؟ هل بيحتوي على ناظر كبريت؟ يبقى اذا الفيول ستراكشرز من الحاجات المهمه جدا في نواتج اللي هي بتطلع عندي من التفاعلات الكيميائيه ولا تؤثر على البيئه. الان تمبريتشر، درجه حراره الدخول ودرجه حراره التفاعل، من الحاجات اللي بتاثر عندنا في عمليه نواتج اليو اتش سي والسي او. كذلك ايضا الكومباشن بريشرز اللي هو ضغط عمليه الضغط اللي بتتم في عمليه الاحتراق، ده من الحاجات المؤثره جدا، واحنا نشوف تاثير هذه العوامل كلها. من الحاجات المهمة جدا جدا النوع او التصميم بتاع الكومباستورز اللي هو الديزاين بتاع المحرقة نفسها وبتاع غرفة الاحتراق عندنا، من الحاجات اللي بتأثر عندنا على عملية تكون السي او واليو اتش سي. اول حاجة كنا اتكلمنا عليها ودينا عندها هنت قبل كده اللي هو الافكتس اوف ايكوفالنت ريشيو اون سي او. زي ما احنا بنشوف هذا الشكل، واحنا عندنا الاشكال اللي موجودة دي موجودة نتيجة دراسات ونتيجة تجارب وبحوث علمية، فبنلاقي انه الـ variation of CO with equivalent ratio for two different inlet temperatures عند 473 و 573 كلفن. يعني احنا بنشوف تأثير حاجتين تقريبا مع بعض، اللي هو تأثير تغير الـ CO الـ phi وتأثير تغير الـ inlet temperature. فاحنا عندنا الكيرف الاولاني، لما نيجي نرى الكيرف اللي موجود عندنا بنلاقي الكيرف اللي هو واخد الدوائر ده عبارة عن التمبريتشر 473، والكيرف اللي واخد المربعات الصغيرة ده عنده تمبريتشر 573، ودي الكونديشنز بتاعة البريشرز اللي موجود عندنا بتاعة التشغيل. يبقى أول حاجة بنلاحظ إيه؟ زي ما إحنا قلنا السي أو أند اليو اتش زي هاف ذا سيم كاركترستيك، يعني بنلاقي إنه واخدين نفس الترند عندنا. السي أو and the UHC have minimum value around phi 8 من 10. لو احنا جينا خط كده ونزلنا هنلاقي انه اقل قيمة للكميتين عندنا بتحدث عند phi 8 من 10. طيب beyond phi 8 من 10، بعد الphi 8 من 10، اي increase في الphi بيسبب CO concentrations to rise due to low oxidations، نتيجة انه ما بيحدث عندي عملية اكسدة كاملة بتقل عملية الأكسدة. At temperature higher than 1800 CO dissociation start to increase CO2. يبقى أنا عندي بلاقي إنه بعد 1800 درجة مئوية الـ CO ده بيتحلل إلى CO، ولذلك إحنا بنقول ظروف التشغيل دي من الحاجات اللي هتساعدنا أصلاً في الديزاين لأنظمة التحكم في البيئة، ان انا اشتغل في ليميتس معينه من التمبريتشر عشان ما يحدثش عندي تحلل وينتج عني سي او مره اخرى. زي ما قلنا من الاوبريتنج بارامترز اللي بتاثر عندنا الانلت اير تمبريتشر والامبيانت تمبريتشر والبريشر، وده هنشوفه. اذا جينا احنا شفنا تاثير الانلت اير تمبريتشر، بنلاقي از an increase in inlet air temperature reduce CO concentration، بنلاقي انه لو ان عندي زياده في درجه حراره الدخول هتقلل في النواتج السي او.
CO decrease with increase flame temperature due to conversion of CO into CO2. بنقول انه اول اكسيد الكربون بيقل مع زياده الفليم تمبريتشر، وده لحد ليميت معين زي ما قلنا علشان ما يحدثش عندي تحلل للسي او 2. الفيري هاي زي ما بقول فيري هاي فليم تمبريتشر، زياده الحراره عاليه جدا جدا، انكريز سي او ديو تو ديسوزيشنز اوف سي او 2 نتيجه تحلل سي او 2. السي او كونسنتريشنز اوف 288 ار 3 تايمز هاير ذان ذا كورسبوندينج فاليو ات 298 كي. بنلاحظ هنا انه درجه الحراره عند 288 ثلاث مرات هاير ذان ذا كورسبوندينج فاليو عن نسبه اول اكسيد الكربون المتكون. CO at high temperature is related to CO at 288 اللي هي 15 درجة مئوية. ها؟ بتعتبر هذا الكوريليشنز اللي موجودة عندنا. الإيكويشن دي ودي نتيجة نتائج معملية بنوصل إلى ريليشنز وتستخدم بقوة نتيجة إنها بتحقق قريب جدا من الواقع العملي، وهي CO عند أي درجة حرارة منسوبا الى السي او عند درجه حراره 288 بتساوي 1 ماينس 0.0634 ملتبلايد باي تي ماينس 288. لو انا استخدمت المعادله فانا عايز عند درجه حراره سي او 300 هعوض في المعادله هنا. عايز نسبه سي او المتوقعه عند درجه حراره 400 اعوض في المعادله اللي قدامنا دي. يبقى انا عندي هذه المعادله بتديني نسبه سي او منسوبا الى نسبه سي او عند 288، وبالتالي يبقى انا نسبه سي او عند 288 معروفه بالنسبه لي كستاندرد او كريفرنس فاليو. يبقى سي او تي از ايميشنز اوف سي او ان بارتيكوليت بير ماتر ات 15% او 2، يبقى نسبه التفاعل عند الاكسجين 15% ات امبيانت تمبريتشر تي. يبقى السي او 200 عند 288 emissions of CO in particulate matter at 15% at 288 كلفن. يبقى انا لو عرفت CO عند 288 كريفرنس فاليو اقدر احدد باستخدام هذه المعادله نسبه اول اكسيد الكربون عند درجه اي حراره. طيب نيجي نشوف تاثير عامل العوامل الثانيه المهمه جدا البريشرز على CO. The effect of combustion pressures on CO2 emissions are shown. انا بص الفيجرز اللي قدامي ده معمول عند ضغوط مختلفه، معمول عند 0.67، عند 1.1، عند 1.2، وده عباره عن ميجا باسكال. وهنا حطينا التمبريتشر عندنا 573، يعني مثبتين التمبريتشر وبنغير في البريشرز، بنلاقي ات لو فاي يعني عند القيم المنخفضة فاي الـ CO decrease with increase of pressure due to increase conservation rate of CO into CO2. لما جيت انت خدت أي خط من كده هتلاقي عندنا احنا عندنا الضغط العالي اللي هو الكيرف اللي تحت اللي هو بالمربعات ده، الضغط اللي قبل منه اللي هو المثلثات، والضغط الأصغر اللي هو الدوائر. فبتلاحظ ايه؟ انه انا كده البريشر البريشر هنا والبريشر هنا والبريشر هنا البريشر هنا اعلى، فلما البريشر بيكون اعلى بلاقي النسبه بتقل. طيب وبياخد نفس الترند مع زياده الفاي بيبتدي النسب بتقل برضو لحد عند اراوند 8 من 10 فاي، وتبتدي النسب تزيد مره اخرى. فالسايد ده بيمثل الفاي ات هاي فاي عند الهاي فاي السي او ديكريز ويز ذا انكريز اوف بريشر. يعني على سبيل المثال لو احنا جينا خدنا هنا الخط ده كده وقارنا القيم بلاقي انه عندنا عند الضغوط بيقل عندنا نسب التلوث ديو تو سوبر كيميكال ديسوزيشن. يبقى احنا هنا شفنا تاثير الضغط على عمليه تكون السي او. إن شاء الله المحاضرة القادمة نستكمل باقي الجاسوس إميشن.